التوبيك بتاعنا كان دكتور احمد اتكلم على المشاكل اللي بتستهدفنا في الاستابلم. الدكتور محمد جوبا ادالنا شرح وافي على المشاكل اللي بتستهدفنا في الفيمر لما احنا نيجي نعمل توتال هيب في عيانين عندهم مشاكل. لما نيجي نتكلم على الديسبليزيا احنا نجمع الاثنين، مشاكل الاستابلم ومشاكل الفيمر. هنعرض لحضراتكم كده اول حاجه، هنتكلم كده على اكس راي، نبص عليها كده ونتخيل مع بعض احنا ايه الصعوبات اللي قدامنا، ايه التكنيكال ديفيكولتيز، ايه البروبلمز. هل الامور هتبقى بسيطه بالنسبه لنا ان احنا نتعامل مع الشكل ده او الديفورميتي ده، وايه طبيعه الصعوبه، وهل ممكن نتغلب عليها، وحتى لو احنا عملنا له عمليه فعلا عيان بيستفاد منها ولا مفيش اي فرق. هو موضوع شامل شويه، هنتكلم شويه استابلم شويه فيمر، بس احنا في الاخر خالص عايزين نخدم البوينت ان احنا هل العيان بيستفيد، هل العيان بيبقى فيه عنده جود ريزلتس. واحنا مشكله ان احنا بنتعامل مع عيان هايلي ديماندنج، العيان اللي بيعمل توتال العيان اللي بيعمل توتال هيب في بعد ديسبلايزيا غالبا ديانجيج، غالبا مشاكل السوفت تيشو بتاعته مهمه جدا ان احنا نعمل له بالانسنج، لان هو هايلي ديماندنج، عايز يعمل اكتيفيتيز اكتر، عايز رينج اكتر، عايز يستخدم المفصل ده بطريقه لفتره طويله من غير ما يحصل له مشاكل، من غير ما يحصل له ما يحتاج ان هو يعمل ايرلي ريفيجن. دي الاكس راي تلخص كل مشاكل اللي قصاد. ده مش شكل استابلم اللي احنا متعودين عليه، ده مش النورمال اناتومي، ده مش الحاجه اللي احنا ممكن نتعامل معاها بسهوله. ايه علاقه الفيمر بالاستابلم؟ هو ده الجوينت اللي احنا متعودين نشوفه؟ اكيد لا. وبالتالي ايه المشاكل اللي احنا متوقعين؟ احنا متوقعين مشاكل في الفيمر ومشاكل في استابلم. استابلم ديسبلاستيك، مش ده المنظر الطبيعي. الفيمر اتسلف از ديفورمد وسمول، مش نوت ايفن ديفورمد وسمول، النك كمان اوريدي شورتند، النك اتس نوت ان ذا اكتوال فيرجن بتاعها. ده عشان خاطر برضك لما نيجي نخش نعمل العمليه بتاعتنا ما تتوقعش ان انت هتلاقي النك قدامك. المدله نارو، الهيب توتالي ديسبليس توتال ديسلوكيتد، في لمب لينث ديسكريبنسي، والتروكانتر اتسلف از نوت ان ذا اكتوال او اتس نورمال بليس. احنا اول حاجه بنبدا نستراتيفاي الحاله بتاعتنا، لما نيجي نانديفيدواليز الحاله بتاعتنا لازم نستراتيفاي وات تايب اوف ديسلوكيشن. الكلاسيفيكيشن الاولانيه بتاعت الهارت هارت وفيكاليدس، وهو قسمها على حسب اي بي سي، على حسب الديسلوكيشن ريت بتاعها. اول حاله بتبقى اول حاجه بالنسبه لنا بتبقى بس جاست سبلكسيشن، وبعد كده بيبقى لو ديسلوكيشن او هاي ديسلوكيشن. اللي بنستخدمه الاكتر هو الكراوس كلاسيفيكيشن، وقسمها اربعه جروبس برضك اكوردنج لقد ايه اماونت من الهيد از ديسلوكيتد او اوتسايد السوكت بتاع الاستابل. الجروب اي ده اقل من 50% بس من الهيد از اوتسايد ذا استابل. نيجي الجروب 2 اكتر 25% اكتر من الهيد از اوتسايد استابل. الجروب 3 تقريبا ممكن نوصل 100% من الهيد اوتسايد من الهيد سيركمفرنس اوتسايد استابل، لغايه ما نوصل لجروب 4 which is the worst. بيبقى الفيمر نفسها هاي اب towards the stabilum، ملهاش علاقه خالص بالسوكت بتاع الاستابل. ده برضك التيبل بيشول كراوس كلاسيفيكيشن، وده دايجرام بيورينا ال different degrees، ال simpler وبعد كده ال more complex، وبعد كده في الدرجات اللي اعلى من كده ال femur high up، لغايه ما نوصل انها high up in the pelvis away from the stabilar socket، زي ما بنشوف في الاكس رايز successive اكس رايز اللي قدامنا دي. طيب when to do an operation، نقطه مهمه جدا. كل عيانين الديسبلايزيا ساعات كتيرة قوي بنشوف عيان ديسبلاستيك مثلا في الاربعينات في الخمسينات، كان العيان ده عامل ايه في الفترة اللي قبل دي كلها؟ طب وانهي عيان عنده استابلر ديسبلايزيا اقول له لا انت النهارده محتاج انك تعمل عمليه ومحتاجين نغير لك المفصل؟ هل مجرد لمشكله عاديه او ان انا اكتشفت بالصدفه في الاكس راي ان العيان ده عنده مشكله او استابلر ديسبلايسيا او سام سورت اوف دي دي اتش نيجلكت دي دي اتش ان انا ابدا ابروبوز تو هيم ان هو الاوبشن اوف ذا ستابل اوف توتال هيب ريبليسمنت؟ لا، احنا لازم نبقى محددين قوي ان الانديكيشنز بتاعتنا تو اوفر واي التكنيكال ديفيكولتيز والبروبلمز اللي انكاونترد مع ساتش ان اوبريشن.
وبالتالي لازم يكون في pain وdisability. هو عنده limbalance discrepancy, عنده some sort of stiffness, عنده decrease the range of motion of the hip, عنده مشاكل كتيرة قوي. بس المشاكل دي ممكن يكون هو accustomed ليها وهو ما عندهوش الحاجة اللي ممكن justify ان احنا او to overweight ان احنا نخش in a so difficult technically demanding operation. فالindication لازم يبقى واضح بالنسبة لنا جدا واحنا بنقرر العيان ده ان هو go through an intervention like total hip replacement. Is it guaranteed؟ يعني احنا لو هنعمل له العملية دي هو هيستفاد منها 100%. هو النتائج كويسة في ال convergent or stable display او ان احنا نعمل total hip لا stable display dysplastic patient. بس لازم نكون aware ان هو عنده very high of dislocation. ليه؟ عشان اللي احنا قلناه ان اللي احنا في deficiency في البون ستوك بتاعه وان هو السوفت تيشو بالنسبه لنا از بروبلم واحنا لازم نبقى عارفين كويس قوي ان هو عنده ان ادكويت ابداكتور باور. طيب ايه المشاكل اللي احنا بنصادفها عند الفاميلي سايد؟ باختصار ان احنا عندنا الهيد فورم ديسبليسد, النك شورتند, التروكانتر از لوكيتد بوستيريوري, بالاضافه ان المدلة از نارو. وفي الاستابير سايد ان في ديفيشنسي ان هو اوبلونج فيرتيكالي اورينتد, عندك فولس استابلر, انت ممكن تفتح العيان وتبدا تبريبير العيان وتحاول تحط الكومبوننت بتاعك وانت مش بتحطه في الاكتوال استابلر, وده هيفرق بالنسبه لنا لان احنا زي ما اتفقنا سوفت تيشو بالانسنج مهم جدا ان العيان في الاخر هايلي ديماندنج. طبعا اندر ديفلوبد ريمز او اندر ديفلوبد بون تقدر تحط عليه الامبلانت بتاعك. الاهم والاهم هو السوفت تيشو كمان, وده اللي بيخلينا نعمل اكسترا بروسيدور في العمليه بتاعه التوتال هيب ريبليسمنت في الديسبلاستيك بيشنت. السوفت تيشو ماسل, الماسل كل مجموعات الماسل المغلفه للهيب فيها بروبلم, الابداكتورز ويكس, الابداكتور تايت, الريكتس, الايليسوس, الهامسترنج, الريكتس فيمرس, كل الجروبس اوف ماسل سراوندنج الهيب جوينت فيها بروبلم لانها في باثولوجيكال سيتويشن فور ا لونج تايم اوف بيريد. الكبسول عندنا الكبسول ريداندنت اوبلونج, في اور جلاس ديفورميتي, في جزء منه في الانفيرو بارت من البلفس بيبقى اتاتشد للمكان اللي هو المفروض يبقى الاكتوال استابل. البوينتس دي مهمه جدا جدا ان احنا نبقى اوير عليها عشان نبقى متحضرين لها واحنا داخلين نعمل العمليه دي. لو انت مش عارف المعلومات دي مش هتكون مستعد ليها في العمليه, وبالتالي هتخش في مشاكل زي ما دكتور احمد ودكتور جوبه كان بيقولوا لنا, هتخش في مشاكل ما لهاش لازمه او الريزلتس بتاعتك في الاخر مش هتبقى ساتسفاكتوري وانت يو دونت سي وات يو دونت نو. الساتك مهم جدا, الساتك نيرف وفيمرال نيرف, لان العيان ده احنا متوقعين انه عنده شوتنج واحنا عايزين نريستور النورمال او النيتيف اناتومي بتاعه, فبالتالي انت هتعوض شوتنج قد ايه وهتعوضه ازاي من غير ما تاندنجر ساتش ستراكشرز. وغير النيرفز في الفاسلز بتاعتنا بردك بتكون ات ريسك, وعشان السوفت تيشوز دي وعشان الاناتوميكال بروبلمز دي انت لازم تكون اوير ببوينتس معينه مهمه جدا 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 قبل ما تخش العمليه, لان ده التارجت بتاعك او الاتشيفمنت بتاعك, انت عايز تشتغل على النقط دي عشان خاطر تبقى في الاخر عندك ريزلتس جيده. اول حاجه انت لازم تريستور السنتر اوف روتيشن, وده هيفرق معاك كتير جدا مش بس في الايميديت ريزلتس او في الانيشال ريزلتس بردك عشان تحصل على لونج ليفنج بروسيسز. ولما توصل للنورمال او السنتر اوف روتيشن المظبوط لازم تحط الكاب بتاعك بطريقه تخليه ستيبل انيشالي اند ريموت, وبالتالي لازم انت تريكونستراكت البد عشان تحصل على الاستابيليتي في المكان المظبوط. بعد ما بتخلص الاستابلر سايد بتشتغل على الفيمرال سايد, يبقى انت لازم الفور بوينتس دول تبقى اوير بيهم, لان الفيمرال سايد هتعوض لك الاوفست والابداكتور ميكانيزم وفي نفس الوقت هتريستور الليمب لينث. يبقى احنا لما شفنا الاشعه دي في الاول احنا بنبلان لايه بالظبط مع الاشعه دي؟ احنا بنبلان ان احنا نجيب كومبوننت نحطه في الاكتوال استابلم في المكان المظبوط ده ويكون ويل سبورتد, و
نقدر بعد كده نريكونستراكت الفيمر عليه عشان نحصل على توتال هيب فانكشنينج وفانكشنينج ويل ان ساتش ا بيشنت. طب ازاي نوصل للنقطه دي؟ الاستعداد بتاعك والبري اوبراتيف بلاننج مهم جدا جدا عشان تتجنب خطوات ملهاش لازم. يعني انت مش بتكون متحضر بالكونفنشنال سات اللي انت بتستخدمها عادي في البرايمري، لا انت محتاج سبيشال سيتس تناسب الكومبليكيشنز وتناسب الباثولوجيكال اناتومي اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني انت لازم تبقى اوير بالمشاكل اللي انت هتقابلها من قبل ما تقابلها، وتكون متحضر لها بالسبيشال سيتس والسبيشال امبلانتس اللي تقدر توفر واي ساتش بروبلمز عشان ما تخليش الصعب اصعب. واكيد طبعا السيرجيكال تكنيك بتاعك بوينت فيري كروشال في انك انت توصل لجود ريزلتس. يبقى احنا هنستخدم سبيشال سيت، ولازم في سيرجيكال كونسبتس او سيرجيكال اسبيكتس لازم تبقى انت عارفها كويس قوي. انت هتستخدم ويتش ابروتش عشان هتعمل ايه بالظبط، وعشان ايه الخطوات اللي انت عامل لها بري اوبراتيف بلاننج عشان تبالانس السوفت تيشو عشان تريستور الاستابلا من ايتس بليس. وده بيعتمد ان انت برضك لازم تبقى اوير فين مكان الاستابلم وايه البلان بتاعتك في الاستابلا ريكونستراكشن اند فيمورال ريكونستراكشن. احنا في بيبر باي بيكنيك بتتكلم على الكرنت كونسبتس في الاستابلا والفيمورال ريكونستراكشن، دي كانت منشوره 2014 بتتكلم على الديفرنت كونسبتس اللي ممكن حضرتك تستعين بيها عشان خاطر توصل للفور بيلرز اللي احنا بنتكلم عليهم عشان يبقى عندنا جود ريزلتس. من ناحيه الاستابلا ريكونستراكشن في البدايه خالص كان في ستادي بتتكلم ان احنا نحط بدل ما نتعب نفسنا في ان احنا نحط الاستابلم في مكانه الاولاني وتصادفنا مشاكل الكونتراكتشر والسوفت تيشو بروبلمز الموجوده حوالينا، لا نحطه ان ليتل هاي سنتر، وبعد ما نريفاشن الاستابلم من ليتل هاي سنتر نفاشن ريكونستراكت الفيمر عليه. وهم قالوا ان في جود ريزلتس، بس رد عليهم بيكنيك بعد كده بستادي بيتكلم على الستريسز والفورسز الشير فورسز اللي بتبقى موجوده على المفصل او الاستابلر كومبوننت في الحالات اللي زي كده، وجد ان هي لا دي انفيريور ريزلتس مش زي ما الاستادي بتقول. لان انت لما بتحط الاستابلر كومبوننت ان هاي هيب سنتر انت بتخلي البادي ويت او الليفر ارم بتاع البادي ويت هاير زي ذا ابداكتورز، وبالتالي بتزود الاسترسز اللي محطوطه على الكومبوننت ده والشير فورسز، فانت بتتعرض لفيلير ايلير. ممكن لا ممكن استادي ثانيه بتتكلم ان احنا نستخدم بالكي جرافت عشان خاطر نسبورت الكاب بتاعنا ونحطه في الاكتوال بليس بتاعه في المكان الاكتوال استابل. وممكن في ستاديز ثانيه بتتكلم ان احنا لا نسيب جزء من الاستابلر كومبوننت انكفرد، وده ممكن يسمح لك ان انت تسيب انكفرج 30 ل 40% من الكومبوننت بس يبقى هو فيتنج انسايد ذا اكتوال استابلم وليتر اون ان هو بيحصل له كفرج. في تكنيكس ثانيه مختلفه انت ممكن تستخدم فاسكولارايزد ايليك جرافت او ايفن ريكونستراكشن رينجز المختلفه اللي عندنا، او ايفن التكنيك بتاع الكوتايلوبلاستي ان انت بتحط الدوم بتاعت الانير بارت بتاعت الدوم بتاع الاستابلر كاب جاست ميديال للاسكيل لاين. نيجي للفيمورال ريكونستراكشن، في برضك ستادي بتتكلم على التكنيكس بتاعت السوفت تيشو ريليس وبالانسنج اللي بنعمله حوالين التوتال هيب لما نحب نحط الاستابلم في الاكتوال بورت، دي بتاعت زينج فو كانت 2012. احنا لما نتكلم على السوفت تيشو بالانسنج او السوفت تيشو ريليسز اللي ممكن نعمله حوالين الديسبلاستيك هيب لازم نبقى عارفين ان هو ستيب وايز تكنيك. احنا مش بنريليس كل السوفت تيشو اللي حوالين الفيمر لان هنحصل على ان ستيبل هيب. احنا بنبدا ستيب وايز ونشوف احنا محتاجين قد ايه ريليسز وعشان نوصل لستيبل هيب. بنبدا الاول ان احنا بنشتغل على ابداكتورز وجزء السوبير بارت اتاتشمنت او السوبير اتاتشمنت بتاع جلوتيس ماكسيمس في الجريتر تو كانتر، ادانا النتيجه كويسه اوكي. احتاجنا نعمل مور ريليسز، بنبدا نريليس الايليوسوس وبورت من الريكتس والسارتوريس من الانتيو سوبير اليكس بايت، بردك نفس القصه ستيب وايز. احتاجنا اكتر يبقى هنتكلم بعد كده على البايروفورمز والهامسترنج، وبعد كده ممكن نلجا لفيمورال ريكونستراكشن تكنيكس
او ممكن alternative ان احنا نستخدم distractor او نعمل trochanteric osteotomy with different modalities او ان احنا نعمل subtrochanteric osteotomy and shortening البافيليان تكنيك او الشيفرون تكنيك. وزي ما دكتور جوبا ورانا اكزامبل للسابتر كانتيريك اوستيوتومي ازاي ان احنا نحط الترايل بتاعنا في البروكسيمال بارت ونعرف الجزء اللي احنا محتاجين له شوفت شورتنج عشان نعوض السوفت تيشو, وبعد كده ننسرت فولي كوتد او فولي بورس سيمنتلس ستام في الجزء بتاعنا بنستخدمه كانترا ميدالري فيكسيشن, او ايفن ممكن ان احنا نستخدم ديستال فيمرال اوستيوتوميز اند شورتنج. وبالتالي النقطة المهمة بالنسبة لنا جدا واحنا بنتعامل مع الديسبلاستيك هيب ان احنا نبقى اوير ايه الباثولوجيكال اناتومي, ايه البروبلمز, ايه المشاكل اللي احنا هنواجهها في حالة زي دي, لان دي نقطة مهمة جدا 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 هتخلينا نبريبير سبيشال سيتس وسبيشال انسترومنتس لمواجهة المشاكل المختلفة اللي زي كده, فنتجنب الكومبليكيشن والتكنيكال ديفيكولتيز كتير اللي ممكن تصادفنا في الحاله اللي زي كده لو وصلنا لهذه النقطه وعملنا بروبر بري اوبريتيف بلاننج في الاخر الريزلتس بتاعتنا هتبقى جيده والعيان هيبقى ساتسفايد فروم ساتش ان اوبريشن. ثانك يو.